يا عم يا ابو سمير، الك ولا للديب؟ خس الديب يا جاسم، امرني. اخوك صغير واقع بورطه وما في غيرك بيخلصني منها. خير، شو هالورطه يا سيدي؟ بكره بيت حماي جايين لعندي من حلب. الله يصلحك يا جاسم، هلا هي ورطه. مو هيك القصد، بس انت بتعرف بيت حماي ما بيزوروني الا كل سنه مره، او لازم قوم بواجبهم منيح. ايه فعلا معك حق، انت صاحب واجب يا جاسم، ولازم تبيض وشك قدام بيت حماك. قل لي شو بتريد وانا رقبتي سداده. انت بتعرف ان الصالون عندي مشرشح شوي، يعني مو خرج الواحد يستقبل فيه ضيوف. لهالسبب عم اعمل شويه تحسينات. يعني بصراحه استعرت من عند ابو زكي برادي جديده وركبتها، ونجدت هالكم كنباية المخفسين، وحطيت لي كم تنكه زريعه بالزوايا، وما بقى ناقصني غير السجاده. ليش ما عندك سجاده؟ عندي، اما شو سجاده بتسود الوش وبرا رايح، الوانها جربانه، فيها كل رقعه هالقد. وعندي هالصغير الله يسلم له، صارعني صرع على قوله بابا ايمتى بدك تشتري لنا سجاده جديده؟ بابا صاي نحن فقرة لأنه ما عندنا سجادة جديدة، وأنا على قولة اليوم وبكرة، اليوم وبكرة الله وكيلك صرت خايف على هالصبي يصير معه عقدة نفسية من وراء السجادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى شو قلت لحالي؟ قلت مستعير من عندك سجادة كم يوم زمان، وهيك ومنضرب عصفورين بحجر، منه منبيض وشنا قدام بيت حماي، ومنه بتنحل عقدة هالصبي. تكرم عينك يا جاسم، عندي سجادة اثنين بثلاثة بتمزع العقل، شارية مشان اهدية للبلدية حتى يسمحوا لي عمر أوضة على السطح. ما بتغلى عليك، من أجل السرقة كم يوم؟ سرقة؟ سرقة شو؟ قصدي سرقة الأوضة المخالفة يعني. ايوه افتكرت في شي سرقة لا سمح الله. يا سيدي، ايمتى بتحب تاخد سجادة؟ هلا إذا ما في مانع. تكرم عينك، بدي خدمة تحريز. لك شلون بتعيروا هيك السجادة؟ انه حدا بيعير سجادة؟ شو بدي اعمل يعني؟ الزلمة طلبها مني، حلوة نخجله؟ ايه حلوة، شو قلوا عليك الزلمة؟ بعدين كنت بتقدر تتحجج 100 حجة. بعدين تعال قلها، بركي ما رجع للسجادة. شيه، شلون ما يرجع يعني؟ هلا انت بتعرفه منيح لهذا قاسم؟ يعني معرفة سطحية، من بعيد لبعيد. لك طالما من بعيد لبعيد، شلون بتأمن بتعيروا السجادة هيك على العميانة؟ يا ام سمير، ما بيصير تسيء الظن بالناس. هو صحيح انا ما بعرفه منيح، بس مبين عليه رجال ادمي وامين وابن حلال، سيماهم في وجوههم. بعدين تعالي اقول لك كمان، انا لي نظره بالناس، وبكره بتقولي ابو سمير معه حق. طيب لنشوف. اللي بدها سجاده اصفهاني تبريزي على جميع السجاد، اللي بدها السجادة. استنى للبيع هي السجادة؟ إلك كان على شو عم نادي أنا؟ على الفجل؟ ايه فرد لي اياها لشو؟ السجادة؟ لا خلقتك السجادة. إلك كان شو؟ ايه أهلا وسهلا، تفضل. هي سجادة مترين بثلاثة، يعني ستة، بتفرش لك مضافة. وبقديش المتر؟ إلك ب 1500 ورقة. ايه شو هالحكي؟ بالمؤسسة المتر ب 1500. وشو بفرق عن المؤسسة أنا يعني؟ سعري بسعرها، هي قطاع عام وأنا قطاع مشترك، معي مساهمين. لأنه على كل حال بخصم لك 500 ورقة عن السعر الإجمالي. لا عمي، إذا ب 7000 باخذها فورا وبدفع لك حقها على الحارك. هلا أنت شرة ولا بدك تفاصل مفاصلة؟ طبعا بدي أشتري، شو عم بمزح معك أنا؟ أخي هي كلمة واحدة، ب 8000 ورقة، تحمل ولا نحمل ونمشي؟ ماشي الحال، انا مالي فاضي اخذ واعطي معك. رح اقسم هالبيت دار بالنص بيني وبينك. يا الله مسيك حبيبي مسيك، هي 7500 بيني وبينك. خلصنا، قول مبروك. مبروك ان شاء الله تهريه بالهنا. ها الله يحفظك. يا الله. ايه يا اخي شرف. ها شو رح تحملها انت؟ ايه طبعا، نحن خدماتنا للبيوت شركه مساهمه مغفله. ما شاء الله. تسلم. تفضل. يا الله. العفو، ابو ايش بلا صغره؟
ابو وليد انا. والنعم اخي ابو وليد. اهلين. أه البيت بعيد من هون؟ لا لا بيك هون بالحاره الثانيه. ايش تفضل. يلا في حدا؟ تفضل اخي شريف. يلا يلا حط لي اياه هون قفل الباب. ايه على عيني. ها الله يعطيك العافيه ويسلم الديات. مبروك يا عمي وليد، الله يسلمك ويعوضك القرش بمية. الله يحفظك. السلام عليكم. مع السلامه. يا ام وليد، ام وليد يعطيك العافية. علبة كولا إذا بتريد. يسلموا. تفضل. يسلموا. يعطيكم العافية شباب. مين؟ مرحبا اختي موليد. اهلين يا اخي، مين حضرتك؟ انا من طرف ابو وليد، بعتني اخذ السجادة اللي اشتراها اليوم، قال حاططها ورا الباب. يو، وليش بدك تاخذها يا اخي؟ ابو وليد واقف براس الحارة مع تاجر السجاد، قال بدي ابدلها بوحدة اكبر. ايه، لحظة لك. تفضل يا اخي. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مشان لحتى يبدلها. ايه شو عم تقولي؟ شو سكري سكري شو؟ ايه ام عصام، ابو وليد جوعان كثير، هلا بس ياكل بحكي معي. مع السلامة. شو بس السجادة؟ عم بحكي عن السجادة، مو بعد اخذتها لتبدلها؟ الله لا يعطيك عافية على هالعملة. لك ليش؟ شو ليش؟ لك شلون بتعطينا واحد ما بتعرفيه؟ ليش مو انت اللي بعتها لزلمة؟ الله يبعث لك شيء ما يطيقه ابدا ويخلصني منك على اهون سبب. لوين؟ لوين رايح؟ رايح الحق الحرالي، شوف شو صار بالسجادة، كلفتني بقى الجحة. والله مثل ما عم بقول لك، وابو وليد راح يدور عليه، الله يجمعه فيه يا حق. لي على قامتي ان شاء الله، انا السبب، انا السبب يا ام عصام. ها عم يندق الباب، يمكن ابو وليد. هلا بحكي معك ام عصام، خاطرك عن اذنك. مين؟ مرحبا اختي ام وليد. اهلين يا اخي، مين حضرتك؟ انا من طرف ابو وليد، بعتني لبشرك انه انكمشوا الحرامي اللي سرق السجاده. الف الحمد لله، والله انك تستاهل بشاره يا اخي. بس ابو وليد هلا وين صفي؟ بالمخفر، وبعتني منشان جيب له الترانشكوت العفني، قال اللي كان لابسه اليوم. يو عفوا يا اخي،
بعلامة شو بدي أعطيك ترنش كوت أنا؟ قال لي بعلامة إنه الترنش كوت معلق قفل الباب، وقال بعلامة إنكم تسببتوا وتخانقتوا وبهدلك ولحق لك لأنك عطيتي السجادة للحرامي. لحظة يا أخي. تفضل يا أخي. خاطرك. مع السلامة. أنا السجادة. عجمية السجادة. اللي بده سجاد. أنا السجادة. عجمي تبريزي السجاد. أنا السجادة. تبريزية. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. قديش السجادة؟ هي ما بنختلف حبيب قلبي، المهم تعجبك. فرد لي يا اسمع. إيه على عيني. شرف عمي. تفضل. يسلموا، معوضين. أهلين وسهلين. عدهم ولو شو ما في أمانة. يا ترى البيت بعيد من هون؟ لا لا، قريب براس الشارع فركة كعب. أشرف لك. تفضل. يلا أهلين وسهلين. أبو إيش بلا صغرات؟ أبو رامي. أهلين وسهلين. شرفنا أخي أبو رامي. على رأسي أخي. نعم. إذا كان عندك شغل أنت تهور، أعطيني عنوان البيت وأنا بوصل السجادة لأختي إمرامي. لا لا رح نوصل. شو بنا؟ شو تعبت؟ لا لا أمرك حبيبي، أمرك. تفضل. شرف عمي شرف. يلا يلا تفضل خليل. يلا يلا حطها ورا الباب تخيل. يلا أهلا وسهلا. شكرا شكرا. أهلين وسهلين. خير أبو رامي؟ نعم. كاني شايف البيت مكركب شوي. إيه والله صرنا يومين نعلين لهون ما تركنا لسه. يعني أنتوا مو من الحرم هون؟ لا والله نحن من برزة. واشترينا هذا البيت ورح نسكن هون. إيه بالهنا إن شاء الله. يلا السلام عليكم. الله معك. تفضل شرف فنجان. تسلم يا رب. شكرا مرة ثانية. الله معك. مع السلامة. اعطيني السجادة اللي جابها من شوي. وليش بده اياها؟ قال بده يبدلها بوحدة اكبر. بس على علم انه اشتراها من واحد بالطريق. مزبوط. وليكو واقف معه تحت براس الشارع عم يتفرج على السجادة اكبر. طيب انا كيف بدي اعرف انه ابو رامي بعتك؟ لا يا مدام ولو، ليش لحدا كذب عليكي لا سمح الله؟ ابو رامي قال لي بعلامة انه هو حاططها ورا الباب، وقال انتو ما صار لكم يومين ناقلين من برزة. تفضل خذها. يلا يلا لا تأخذني. تسلمي. مشكور. الو اهلين ابو رامي، هلا بعت لك السجاده مع الزلمه.
شو؟ ما بعت حدا؟ اسمعيلي كلمة تانية برمي عليك اليمين، هي سجادة أمي ما فرط فيها منوب، فهمتي ولا ما فهمتي؟ شو بكم وقفتوا؟ الحقوها قبل ما يهرب، هذا حرامي والله حرامي. عم تقولي عني حرامي؟ روحي لكان، أنتِ طالع طالع طالع، منيح هيك؟ لك يا عالم يا ناس، شو بكم؟ أخذت لي سجادتي، سجادتي يا ناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. شغلة عائلية ما دخلنا. أما سمعة طلقوا خرب بيتها مشان شاف السجادة، شو هالقصة هاي؟ شو بكون؟ تفضل تفضل سيد قاسم. يسلم ومستعجل. يا عمي أبو سمير، هي سجادتك، كتر خيرك والله لا يحرمنا من أمثالك. يسلم والدين يا رب. إيه يا عمي افحصها إذا كان فيها شيء، الله وكيلك، مثل ما أخذتها مثل ما رجعتها. خلصنا بقى، هلا بيناتنا الشغلة. يلا خاطرك. ما بيصير، بدك تشرب فنجان قهوة. إيه ليش لا؟ قهوة الكرام تنشرب. أهلين وسهلين، تفضل. أم سمير، يا أم سمير ساوي لنا قهوة للضيف. تفضل تفضل. يلا يلا. تفضل تفضل سيد قاسم. يزيد فضلك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالمهل أهلين. يا عمي ما زال باب الكرام يقرع. أمرني سيد قاسم. بقدر استعيرها تريشي أسبوع زمان. صباح الخير حياتي. أهلين أدم، كيفك؟ روحي عني، يا زعلانة منك كثير. زعلانة؟ وليش لا سمح الله؟ إيه مو بس زعلانة، وآخدي على خاطري كمان. أوف، وليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ صرت جاي لعندك أربع مرات وأنت بتطنشتيني ولا على بالك؟ هلا هذا هو سبب زعلك، فكرت الشغلة أهم من هيك بكثير. هيك لكان، يعني مو من حقي أزعل. من حقك، بس نحن ما تعودنا نعامل بعضنا زيارة بزيارة. يعني المحبين ما بيحاسبوا بعضهم بهالطريقة. بقى لا تزعلي ولا على بالي، خلص إلك علي، كل يوم الصبح اجي اشرب عندك فنجان قهوة، منيح هيك؟ بقى شيليلي العتب على جنب وطمنيني، ليلي كيفك؟ كيف أحوالك؟ لك شلون عم تقضي أوقاتك؟ شلون عم أقضي أوقاتي يعني؟ دافني حالي بهالبيت، لا روحة ولا جية، لا طلعة ولا فوتة، دوبني لحق طبخ ونفخ وضب وترتيب وخدمة. يا ستي كلنا بالهوى سوا. وانت شو عم تعملي؟ شو عم تطالعي الاواعي الشتوي؟ لا والله يا بنت الحلال، لا شتوي ولا صيفي. يو لكن ليش منكوتة هالنكته؟ ها ها، هذا يا ستي القصه وما فيها هي كالتالي. هلا قديه صار لك ما شفتيني؟ يعني حوالي الشهر. حلو حلو كتير. انا من حوالي شهر وانا على اخذ ورد مع جوزي حسان حتى وافق لي اني اشتغل ببيع الثياب ببيتي. أنا تياب؟ جايتك بالحكي. هذا يا ستي أنا من كم سنة حاطة عيني على شغلة التجارة، وأنتي مثل ما بتعرفي يا ندى أنا عندي تخطيط وتفكير وشطارة وتدبير. بقى شو قلت له لحسان؟ قلت له بدي منك توافق لي مشان أروح على تركيا، بدي روح جيب أغراض وتياب وحشية وكم شنطاية سفر وأرجع، ومن جهة المصاري المصاري موجودة. ها ها، هلأ فهمت عليكي، تاجرة شنطة يعني. برافو عليكي. بس بصراحة حسان بالبداية عارض، بس على قد ما زنيت على إذنه زن وافق بالنهاية. هالتياب كلها من تركيا؟ طبعا. وقديش غبتي هنيك؟ 8 أيام. وانتي بتعرفي بضاعة تركيا قديش حلوة، الله وكيلك هالأسواق مطلوسة طلص بالموديلات والتصاميم الحديثة والموضات والشاموا والجد والقصير والطويل، يعني الشغلة فلجان فلجان. لا وكله حلو وكله رخيص. رح ساوي لك قهوة. بس عم يقولوا تركيا يعني غليانة كتير مو مثل أول. ليش أنا عم فوت على محلات السينية؟ ليه كنت تانية؟ لك منين اشتريتي هالبضاعة؟
في أسواق رخيصة، أسواق انوجدت مخصوص ليلي مثلنا. من البالة يعني؟ لا أيو، شلون من البالة؟ أسواق محترمة بس تجارية، يعني بدك تقولي مثل عنا سوق الحريقة أو سوق الحميدية، يعني القطعة اللي بتنباع بسوق الحميدية هي نفسها بتاخديها أرخص مرتين ثلاثة عن شارع الحمراء. طيب كنتي روحي على أسواق الجملة؟ ومين قالك ما رحت؟ إيه الله وكيلك، صرت أبرم بأسواق تركية مثل المجانين، ما بعرف شو صلي، صرت مثل الفجعانة مثل الغولة، على ما اشتري جزم وشناتي وتيورات وبلوزات ومناطي، اشتري وادحش بهالشناتي، اشتري وادحش بهالشناتي، تقولي صرت مجنونة الشراء؟ صدقيني لو كان معي مليونين ليرة كنت حطيتهم ورجعت بلاهم. ورحتي لحالك ولا معك حدا؟ راحت معي أم وليد صرصوعة. معلومة أم وليد صار عندها خبرة بهالشغلة، لأنه هي سابع مرة بتروح فيها على تركيا. ودخليك الجمارك ما فتشوكي؟ ما عملوا لك مشكلة؟ لا، كانوا يسألوني شو في بهالشناتي؟ قلن يعني شو بده يكون فيهن، يعني اتياب إلي وشوية هدايا. بس أنا من قويتي كنت جعلك هالتياب لما أدحشهم بالشناتي، وبعدين قيم النمر والسعر والمقاس اللي عليهن، وكنت بس أرجع على بيتي افردهم واكويهم ورجع لهم بطاقاتهم ورجعهم مثل ما كانوا تمام. شو تاريكي مالك قليل بنوب يا حياة؟ إيه لكان مو أحسن ما ضل قاعدة وحاطة الحزن بالجرن. بيني وبيني قلت لحالي تسلاية وسفر وشمت هوا وفائدة مالية. مرحبا مدام حياة. أهلا وسهلا. مري بالظاهر ما عرفتيني، ما هيك؟ لا والله ما عرفتك، يعني بلا صغرة مين بتكوني؟ أنا مدام هالة حبيبة. عرفتيني؟ يعني عدم المؤاخذة ما عرفتك. طيب أنا جارتها لبنت خالتك سكينة، بعتتني لعندك لأشتري تياب. يا ميت أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي مدام هالة. بالعلامة اجتمعنا بخطبة سعاد بنت أبو عبدو والفت. ايه والسبعة سن عام. يا ميت أهلا وسهلا فيك. أهلين هالة، على فكرة هالة مرت أخي. شو هالصدفة الحلوة هاي؟ أهلين هالة. أهلين. إيه مدام حياة، دخيل عينك أنا مستعجلة شوي، بكرة عندي عرس بنت وحدة صاحبتي بتعز علي كتير، بدي تختاري لي فستان حلو على كيفك. لك بتأمري أمر، وكرمال عيون ندى الغالي بيرخص لك. دخلي، في شي بذهنك معين ولا لبسك على ذوقي؟ والله خليني أتفرج، حاكم الفرجة بتذكر الواحد بالموديلات. طيب شوفي هاي تيورات رسمية، شوفي لي هالتيور، شوفي لي ما أحلى. شو رأيك ندفي؟ ما بوشي حلو. حلو بس هالتيور هاد قطعة نادرة ما في منها بكل تركيا. معلومة المعمل بيساوي 4-5 قطع وصلى الله بارك، مو مثل عنا. عنا بتفكري حالك انت شاري قطعة وشغلة نادرة ما في منها، واستاني يوم بتلاقي نص التات البلد لابسين مثلها. فعلا مرة اشتريت فستان من محلات الفصول الستة ورحت فيه على مباركة بيت السعدي، فتلك على هالمباركة وانا عم بتباها وماشية مثل الطاووس. ليش؟ لانه البياع قال لي ما في غير قطعتين بالبلد منه. مو تاريلك سبع نسوان بهالمباركة لابسين مثله. لا او شو حكمة قعدتنا نحن السبعة جنب بعض؟ الله وكيلك صرنا فرجة لمين نتفرج، كأنه نحن السبعة توائم. سامعة سامعة بإذنك ست هالة، بس أنا بطمنك أنا ما عندي هالشي أبدا أبدا، أصلا القطعة الثانية اللي مثله اشترته واحدة ست من اليونان وقدام عيني، يعني بطمنك بغير هالبلد. بسيطة مو مشكلة، بس يا ترى بيطلع قياسي؟ خلص قومي قيسي. القهوة على النار. اهلا وسهلا بندى. اهلين. تسلم. ايه
شلون شايفتيني هالفستان؟ يا سلام، شو هاد؟ شو هاد؟ تقولي مفصل إلك تفصيل؟ شوفي لي، شوفي لي هالكتاب مع أحلامه. يعني لابق لي؟ لابق لك وبس، إيه رح ياكل من جسمك شقفة. شوفي شوفي محلى، تعالي ترجعي لي على المراية، تعالي. شايفتي لي هالقصة مع أحلاها؟ شو فيها؟ بس مو ضيق شوي؟ بالعكس، نازل فيكي مثل القالب. هلا أنت قديش قياسك؟ أنا قياسي 48 طلياني، 32 فرنسي، 16 إنجليزي. هذا قديش قياسه؟ هاد 8 تركي، يعني نفس الشيء. إيه ما شاء الله، ما شاء الله، نازل فيكي حفر وتنزيل، مو هيك ندى؟ هو القالب غالب. هلا لا تجاملوني، قولوا لي مضبوطها. قالب بس المكنسة بتطلع ست النساء. محشومة يا ست هالة، محشومة. بالعكس انت جسمك لبيس. بس كأنه بطني مكوز. لا يو، لا مكوز ولا مبوز. بعدين مخبي لك كل الديفويات اللي بجسمك. هذا اذا كان في بجسمك ديفويات. لا انا ما عندي ديفويات منو. جوزي دائما بيقول لي اللي بيعجبني فيك جسمك. الحق معه، جسمك ملفوف هالة. مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي دائما جسمك ملفوف. بس كأني شايفة لك ما مقصار. ما شو قصار؟ هي آخر موضة يا ست هالة. بعدين سلامة عرفك، السنة دارجة موضة القصير بكل شي. لك حتى الكنزات الشتوية عم ياخدوها بنصكم. بعدين التنانير عم يعملوها لفوق الركبة والبطن باين. صحيح، بس كأني شايفته ناطط كتير لفوق الركبة. يعني بيني وبينك، إذا لفيت رجل على رجل قدام العالم مو حلوة بحقي. قولي مو حلوة بحق الناس يلي رح يشوفوكي. أزبط. نعم؟ عفواً لا غنى عنك، عم بمزح. حالة الفستان مفصل إلك تفصيل. شوفي، إذا حاس إنه عم يضايقك من ناحية البطن، أنا على استعداد افتقلك كم قطبة لحتى ترتاحي. طالما موضة ماشي الحال، مالي متضايقة. بس يا ترى في غير هالتطريزة؟ عم قلك ما في عندي غير هالقطعة. بعدين السنة يعني وبيني وبينك دارجة هالزركشات هي والتطريزات الفلاحية. حتى الأميرة ديانا الله يرحمها كانت لابسة نفس الموديل. ما بعرف، كأني شايفته. وإذا بتحطي له شي عقد مناسب بتصيري فرجة لمين يتفرج. سندريلا حقيقية. بعدين إذا بتعملي شعرك هيك قشط وموديل ليون بتطول رقبتك وبتسبي سبي. بصراحة أنا متوسوسة منه. لا لا، ليش؟ لأنه عاصرني عاصر. يعني هو معك حق، بس هالتيور هاد هو موضة العصر، بقى بدك تتحملي. وقديش حقه هذا؟ يعني معلومك، هذا فستان مناسبات، وأنا ما رح أخذ مني غير حق التكلفة، وباعتبارك مرت أخوه لندى. قديش يعني؟ 18,000 بس. شو هالحكي؟ 18,000؟ إيه. تركي؟ لا يو، سوري. إيه بس غالي كتير. هو فعلاً غالي، بس أنا من طبعي دائماً إني اشتري الشغلات الغالية حتى بيض وشي قدام زبايني. ومن هون لهون؟ لا تتعبي حالك مدام، قلتلك رح أعطيك إياه بسعر التكلفة. وكرمال ندى؟ حيرتيني، يعني ما بعرف شو بدي قلك. لا تحتاري ولا على بالك، بوعدك إذا بتراعيني لجيب إخواتي يشتروا من عندك. خلص، هاتي 17,000. ما بيمشي الحال 12,000؟ أعوذ بالله، يعني بدك ياني بيع بخسارة، أنتي ما بتريديها؟ طيب ماشي الحال، رح أخده ولبق عليه إسوارة وشنتاي. لفي لي إذا بتريدي. إيه مو بدك تشلحي بالأول؟ صحيح، العمى ما أغباني. عسلامتك يا سكالة. ولو لسه ما شفتي قهوتك، اشربيها. هلا هذا لابق عليها؟ هلا أنت شو بدك بهالشغلة؟ المهم إنه اشتريته ومشي الحال. يا عليم الله، طلع في مثل المجنونة اللي هربانة من العصفورية. خلاص بقى، أنت شو بدك بهالحكي؟ المهم المخلوقة عجبها ومشي الحال. عجبها من لسانك الحلس الملس. خرب بيت قلبك، منين متعلمي هالتعابير؟ اللي بيعيش بيتعلم. قليل شو بيساووا فينا البياعين؟ فعلا، الله وكيلك المحل يلي بشتري منه كل 10-15 يوم بيفتح لي التليفون، وعلى مدام وصلتنا بضاعة جديدة، مدام قايم لك قطعة ما في اختها بالبلد، مدام وصلتنا كوبونات من باريس. لك حتى جوزي بلش يتضايق منه من لزقته البطارية. البيع يا ندى موهبة، يعني لازم يكون لسانك بتمك عم يبرم برم مثل اللولب. بعدين الزبونة إذا شافتك ساكتة بتفكرك بدك تخوزقيها. بعدين روح قلب الزباين الوش البشوش والكلام الحلو. فعلاً
قال لا إلي ولا تطعميني. إيه الله وكيلك، وقت بدي اشتري غراض إيه بيضل البياع حايص حوالي وعلى صف كلام، شي بطعمه وشي بلا طعمه. طيب قديش كلفه الطقم؟ بيني وبينك هلا شو بدك انت بهالقصه؟ بالله قديش؟ ما بتقولي لحدا؟ لا ما بقول. طيب احلفي. خلاص قسما ما بقول. وعك ها، لانه مو حلوه بحقي، بس رح اقول لك انا لانك رفيقتي. ولا يهمك، قديش كلفته؟ وقف علي ب5000 ليره. شو هالحكي؟ شو مفكره لكان؟ قلت لحالي بتطالعي مصروف رحله تركيا، إيه بس على هاللون رح تربحي كتير. عندك مانع؟ ابدا، صحتين وهنا. بس اذا انا بدي اشتري من عندك شلون رح تعامليني؟ ولا يهمك، محضرت لك هديه وما بدي حقها. مبروك ست هالة. الله يبارك فيك يا رب. شو اماني عجبك ولا لا؟ حلو كتير، مثل الالف طالع عليك، كتير ظريف. ان شاء الله بتتهني فيه يا رب. الله يهنيكي، تفضلي. الف مبروك. الله يبارك فيكي. يلا خاطركم. خاطرك مدام. اهلين اهلين. سلمي روحي. الله يا اهلين، اهلا وسهلا، شرفتينا. غسان. اهلين ندى، شو هيك انت؟ مرقت شوي لعند حياة، صار لي زمان ما شفتها. شلونها؟ ليش ما عم تجي لعنا؟ ما لا فاضية. خير، ليش شو في وراها؟ شو في وراها؟ وراها تجارة الله مولاها. تجارة؟ تجارة شو؟ عم تشتغل بالبيع والشري. ما فهمت عليكي، شلون يعني؟ هلا قبل كل شي بدي اسألك غسان، انت بتحبني ولا ما بتحبني؟ هلا معقول انت بعد 7 سنين زواج بتسأليني هذا السؤال؟ هي ما بتتصوري انه سؤالك جاي متأخر شوي؟ هلا انت جاوبني على قد السؤال اذا بتريد. ندى لا توجعي لي راسي، مقدماتك وبعرفها. لوين بدك تصلي؟ شو بدك؟ بدي سافر لتركيا. امتى؟ هلا. امتى هلا يعني؟ اسبوع بالكتير يعني. تكرم عيونك، بس يا ريت تأجليها لبعد 3 شهور عالصيف يعني، بلكي بقدر طالع اجازة وسافر معك. ليش مين قالك انه انا بدي روح معك؟ نعم؟ لكان مع مين بدك تروحي؟ بدي روح انا وحياة. لحالكم؟ ايه لحالنا، شو رح يصير لنا يعني؟ حلو، وشو سبب هالسفرة المفاجأة بقى؟ بدي اشتري تياب. بس معلوماتي انه عندك تياب بتلبس حارة كاملة. مو الي، بدي اتسلى وطالع لي قرشين بضاعة. يعني تاجرة شنطة؟ ايه نعم، هاي حياة، اشتريت بضاعة ب250,000، طالعت مربحه 250,000، هي ما عدا كلفة السفرة. شو هالحكي؟ هاي التليفون، قوم اسألها. ومنين بدي أمن لك 250,000؟ اسمع، أنا معي 100، وبتعطيني منك 150,000. ندى حبيبتي، فكري منيح. حياة خرجة هالشغلة، أما أنت مخك مو تجاري، أنت إنسانة. هلا لا تقول درويشة، بزعل منك ها. لك مو قصة درويشة، بس أنت خلص خلص، إذا كنت خايف على مصاريك معك حق. يحرم علي إذا بقيت أفتح لك السيرة. لك مو قصة خايف على المصاري، بس شغلة البيع والشراء بدها مواهب، مو كل إنسان بيطلع بيده يشتغلها. يعني أنا هلا ما عادت أعرف أحكي؟ مو شغلة حكي وبس، في خبرة بالمسألة و... ما شاء الله على هالخبرة اللي عند حياة، إيه طول عمرها بتحسدني على هالطلاقة اللي عندي وعلى هالسان اللي بيطالع الحية من بكرة. طيب ماشي الحال. شو ماشي الحال يعني؟ يعني تركيني فكر. ما بدها تفكير غسان، الشغلة مدروسة تمام. طيب طيب، على عيني وراسي. يعني موافق؟ أي نعم، في هيك شيء. الله يخلي لي إياك يا غسان، لا يحرمني منك يا رب. شلون شايفتي لي هالبلوزة؟ حلوة كتير ها؟ ايه بس كمامة طوال كتير. هنن أصلاً عاملينهم طوال، آخر موضة السنة رفع الكمام أو كفهم لفوق. ايه بس مبهطة علي كتير، بعدين أنا مقاسي سمول وهي يمكن. بالعكس حبيبتي بالعكس، هاي البلوزة بالذات قياسها ستاندر، يعني ما لها مقاس معين، مشان تلبس كل الأعمار وكل الأحجام. ايه بس كأني شايفتها مغسولة ومطمطة. ايه لا تغلطي حبيبتي، هي قياسها فلو، مشان تسمكي تحتها وتلبسي شو ما بدك. طب كأنه لونه بارش. بالعكس حبيبتي، ايه والله طالعه بقلبها البلوزه مثل الورده الفواحه، خاصه انت بيضة والبلوزه هيك داكنه شوي. تعي تعي كملي قهوتك يلا. طيب عندك غير اصغر منها؟ حبيبتي انا ما بجيب الا قطعه واحده من كل نوع، وهذا الشيء معروف عني. طيب خليني اخذها ورجيها لماما. ما في مانع، بس شوفي اذا اجت امك لهون وشربت لها فنجان قهوه بجوز تاخذ لها شيء قطعه لحالها. حاكم عندي شاموا خرج امك تمام. قومي حبيبتي
أمي حاكيها بركي بتجي لهون بعدين يعني بتعطي كلها رح تخلص وما بصير أمك تطلع من المولد بلا حمص. أمي حاكيها يلا بركي بتجي. ألو ماما؟ شو هاد؟ ما شاء الله شايفك مكتر العدد ومتقل الحملة. ايه معلوم لانه كله بتركيا حلو وكله رخيص. يمكن اجاني زباين. قوم قوم حاكم الخبر انتشر كلهم صاروا يعرفوا. قوم تسطح بقوطك. مرحبا ندى. لك اهلين عزيزة. وشك ولا ضو القمر. لك ايه شو بدي ساوي؟ شغل البيت ما بيرحم. شو؟ قالوا لي انه جايبه بضاعه حلوه كتير. إيه لكن شوفت عينك عندي بضاعه فشل اكبر محل بالشام يكون عنده مثله. حلو كتير ورجيني لشوف. حاكم ناطف قلبي على مانطو مثل الخلق وماني عم لاقي. ايه عندي كم مانطو بيستاهلوا جسمك الحلو. تعي تعي لورجيكي. تعي شوفي هالمانطو ما احلى. بيسيلي اياه بالاول وبعدين بنحكي. طيب هاتي لنشوف. شو هاد يا عيني؟ حلو لكبير شوي. لا مو مقاسي منوب ندى. يعني ما في اصغر بنمره؟ لا ما عندي بس حلو كتير. صحيح كبير شوي بس حلو. بعدين وينك الست بالشتاء بتسمك باللبس واذا كان مكسم تكسيم اي كنزه رح تلبسها تحته بتطلع فيه مثل الفرشه المخرجه. ايه ستي ماشي الحال. يمكن يجي مقاس امي لانه بصراحه امي ناقصها مانتو مقتر وانا حابه هديه هديه يعني قطعه حلوه بمناسبه عيد الام. قديش حقه هذا؟ يا ستي رح ابيعك اياه مثل ما اشتريته. يا ستي أنا دافع حقه 11,000 وصدقيني من غيرك بدي أقبض حقه 16,000. بس أنتي بنت خالتي يلا وما في شي بينعز عليكي. لا يو شو 11,000 أنت التانية؟ شو شايفتيني حوبة ما بفهم؟ يو عم أقلك هي سعر التكلفة قدامك خدي شوفي. إيه هلأ إيميلي هالدفتر من إيديك وحاكيني بعتي ب5,000؟ شو عم تحكي أنتي؟ شو 5,000؟ ولو يا ندى إذا أنا بنت خالتك بدك تفرميني بالسعر شلون بقلغ؟ عم قلك شاريته ب11,000 ودافع حقه بالدولار. هلأ أنا لا بفهم دولار ولا مولار. أنا بنت خالتك واستحليت هالمانطو هيك بدك تفكري. ليش كم عزيزة عندي؟ إيه مزبوط بس وخالتك لك ندى رح تدعي لك كتير وانتي بتعرفي لما خالتك بتدعي شو بيصير. يا ستي على عيني انتي وخالتي. إيه بس مو معقول هلأ افرضي هالفستان أو بالأحرى يعني هالمانطو بدك تاخدي إلي. صحيح بس انا هلا لا تطولي وتقصري قوليلي مبروك. شو مبروك عم اقلك؟ تعيشي وتجيبي ان شاء الله والله يربحك بكل قطعه اضعاف مضاعفه باذن واحد احد. يلا هلا ندى انا مستعجله. شوفي ندى تتغدي عنا بكره مو ما تجي طابخين شلباط وبالرز ليكي ومشان المبلغ بس يصير معي بعطيك. يلا باي باي. شو بقديش قطعتي رقبتها؟ ما قطعت شي اخذته مني هديه. يمكن اجاني زباين. يلا فوت فوت على اوضتك بسرعه. قوم كمليت لحالي. لك فوت خليني اتسبب خلصني. لك اهلين ربيعه. مرحبا ندى. اهلين كيفك؟ شلونك؟ من الله منيحه. إيه الحمد لله. شلون عمتي؟ الحمد لله مشتاقه لك وعتبانه عليكي كثير. والله مشغوله كثير. حاكم بتعرفي التجارة بدها تفرغ كامل. صحيح قال انت جايبة شغلات لجنان وحدة بوحدة. ايه والله جايبة شغلات حلوة كتير ومودرن وخرجك تمام. حاكم انت مصروعة وبتحبي الصرعات. صحيح انا بحب الصرعات كتير. هاتي ورجيني لشوف. شوفي هالكنزة شايفة ما احلاها؟ هي بتكسم الصدر وبتضيق الخصر وبتخفي الورق وبتدفي العظام. شو رأيك فيها؟ ما بدي كنزات. عندك بنطلونات؟ إيه لكن أنا اللي عندي. يا ستي عندي بنطلونات جوخ وعندي بنطلونات جلد وعندي بنطلونات ديسكو وفيزون. شو طلبك أنتي؟ أنا بدي فيزون أسود. ما عندي أسود بس في عندي جلد نمر. ما بدي جلد نمر بيسمن الرجلين وبيعمل بروز للورك. طيب تاخدي جلد حية؟ تركينا هلأ من البنطلونات. عندك تنانير؟ لكن أنا اللي عندي.
تعي شوفي لي هالتنوره ما احلاها، وينك صحيح بليسي بس رجعانه موضه التنانير المكسره هاي. لا بس هي طويله كثير. شبنا ربيعه هلا هي طويله؟ ايه بدي تنوره اقصر لحتى اتفتل فيها بالبيت، حاكم جوزي بحب التزليط والاشلطه كثير خصوصا المساء. ايه شبنا ربيعه هي يمكن تجي قصيره على بنت 12 سنه، بقى شلون وانتي قد ماشي الحال. قديش حقها هي؟ ما بدك تقيسيها؟ ما بدها قياس. قياسي وبعرفه. قديش حقها هي؟ 4000. شو عم تقولي؟ أربع شو؟ حبيبتي هي ماركة توبونيز، يعني فرنسية وسينية. هلا شلون فرنسية وجايبتيها من تركيا؟ صحيح، بس بلد المنشأ فرنسا. هلا لا تكتري حكي، أنا بنت عمتك وما لازم تربحي مني، روحي ربحي من غيري. صدقيني ما في مربح يا ربيعة، عم ابيعك بسعر الكلفة. تفضلي، هاي الدفتر قدامك. حاجتك بقى زعبرة، بزعل منك ها؟ قال دفتر قال. ولك يا ربيعة هذا عوض ما تهديني إياها هدية، يعني محرزة تاخدي حقها مني؟ صحيح بس خدي مني سعر رمزي، يعني معقولة تلدعي مني 4000 ليرة حق شقفة شرطوطة؟ صدقيني ما بقدر لأنه خلص حبيبتي، عجبتني التنورة ما بدي أعطيكي حقها، شو رأيك بقى؟ طيب، مثل ما بدك. شبكي هبط قلبك، عم أمزح معك، رح أعطيكي 2000 ليرة، يا ستي هي التنورة ما بتسوى أكثر من هيك، قولي لي مبروك. ما بعرف شو بدي أقول لك. على كل حال أنا مستعجلة، بدي أنزل على السوق لبق لها بلوزة، صحي؟ عندك بلايز؟ لا، نعم. إيه بس شلون لا وإيه؟ مو قلتي لي عندك بلايز؟ إيه صحيح بس كتير كتير كبار عليكي. ماشي الحال، يلا خاطرك. أهلين. صحي ندى، بالنسبة للألفين ليرة ببقى حاسبك فيهم بعدين، يلا باي. مع السلامة. سلمي على عمتي. الله يسلمك. وشو ربحتي من هالزبونة كمان؟ ما ربحت شي، القريضة تقرضها إن شاء الله، بعت بخسارة. لك حبيبتي، قلت لك هالشغلة مو شغلتي. خلاص لا تزيد على قلبي أنت التاني. قولي، إن شاء الله روح أنت افتح، روح. مرحبا غسان. أهلين إسراء، تفضلي. يا ترى صفتي ندى هون؟ إيه هون هون جوا، فوتي. ولي سلفتي يو شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك يا حياة. لا والله أنا ما عم بستحي من حدا، عم بكسب وعم بربح وعم طلع سفرتي ببلاش، ويوم الجمعة الجاية طالع على تركيا أجيب بضاعة جديدة. نيالك الله وكيلك، بين سلفتي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت خالي صفيت على الحديدة. معلش ندى، الواحد بيتعلم. طيب شو رأيك تطلعي معي على تركيا يوم الجمعة؟ لك شو تطلعي على تركيا؟ ليش وقفت معك بالأول حتى تسافري مرة تانية؟ لك أنت ليش بيطلع خلقك أوام؟ يعني الواحد بيتعلم. شلون بدك تتعلمي؟ فهميني بقى فهميني. لك أنت ما عندك موهبة الكلام واللوفكة. حبيبتي أنت مرة طيوبة بينضحك عليك بكلمتين، مو مثل حياة هديك مقطعة موصلة، بتفوت مع أم العريس بتطلع مع أم العروس ولسانها بسبع شطرات. خلص بس هالمرة الله يخليك خليني أجرب. لك اشتهيت تجيكي زبونة غريبة كلهم من القرايبين وما لما الفراش. خلص وينك بوعدك اني ما استحي من حدا ونشف وشي بالكلام. العم على القصة، حطينا ما فوقنا وتحتنا مشان ترضي هوايتك وتقلدي رفيقتك، وما بقي من هالبضاعة الا الفساتين اللي قياسها اكسترا اكسترا لارج، الدبة ما بتلبسهم. يعني بالمختصر عملتي مثل تجارة المجدوب على اهل بيته. خلص انت التاني بلا حكي كبير عند هالمساء، الفساتين الكبيرة هاي بدي اعوض خسارتي فيهم، بكره بتشوف. مرحبا بنت حباي. اهلين. البقيان عندك فساتين اكسترا اكسترا لارج من قياسي انا، فلما سمعت هالسمعه ركضت مشان لحتى خلصك منهم، حكم تعرفي هدول ما منهم فايده وما لهم راغي. Thank you.